في في نسبة الخمر. يبقى حجم الكومبوست ساوي ها 10 في 2 من 10 او على 5 او في 5 اللي انت عايزه. خليها في 2 من 10 تساوي 2 متر مكعب ايه؟ خلاص يبقى رمل قد ايه؟ حجم الرمل يساوي حجم الحفر او ناتج الحفر ناقص حجم الكومبوست يساوي 10 ناقص 2 يساوي 8 متر مكعب كومبوست. يس رمل. في حد تاني يقول لك ايه؟ لا انا مش هعمل كده. طب هتعمل ايه؟ بدل ما هضرب ال 10 في 2 من 10 هضرب ال 10 في 8 من 10. ايه؟ بس انا مش محتاج الرمل قوي لان ممكن قوي يكون الرمل اللي عندي ده صالح للزراعه. انا عايز الكومبوست مجرد انا بحسب النسبه وبعدين في داهي الرمل خلاص. انا عايز اعرف اخلط قد ايه. السؤال بقى طب لو انا في قلب الفيلا ومش هطلع الرمل واجيب كومبوست فالرمل هيزيد. هقول لك مظاهره يعني هيتحط فين؟ طب انا هقول لك خلط النيل وجهز بيت النيل 25 سم كويس. ناخد بالنا ان احنا بنحسب الكومبوست على 25 سم بس انا مش هقدر اخلط في 25 سم. مفيش فاس حد يقدر يقلب لحد 25 سم موجود كبير. ولو في قلب لحد 25 سم ما شاء الله جاب السدل بتاعه. انا حضرتك هتعمل ماسوره لو انت راجل محترم هتعملها على 30. يبقى السادل بقى كده هو بالكوع بتاع السادل جابك 20. هو ده لما يخلط على 25 كده ده غير المواسير. وطلع رشرات وطلع خرطيم وطلع كل حاجه. فانت اخرك تقلب على 15. في التفاصيل دي ايه الموضوع؟ ممكن ساعتها لو انا حسبت ان انا المفروض احط مثلا طن كومبوست في مكان لا احط 3 4 طن ده. وبعد ما ادري عن الجيله اسبوع اسبوعين احط جزء تاني. احط التنتين وبعدين التلتين انت احتياجاتها بس على مرتين. لان انت لو حسبت على 25 وقلبت في 15 معناتها كانك بتضاعف الايه؟ كميه. تاني لو انت حسبت على 25 بس ما قلبتش في 15 لو حطيت كميه كومبوست تقريبا الضعف. مفهوم ولا لا؟ فده لو في وقت حار وميه قليله ونبات معاك ما يستحملش ولعت في الدنيا. وبعدين هات رمله وهات كومبوست وهات اسمده ويجي الودانين مع بعض يقعدوا ايه؟ يقلبوا الدنيا وبعد كده يروح راكبينها فين؟ في 45 سم يبقى الوقت على الاول لحد تربه التأسويس وبعدين اخلط التربه دي بالكامل وبعدين ادخلها وبعدين تسلم مساحه وتدك وبعد كده يروح مدخل الراجل بتاع الراي حافر وبعد كده يخرج وبعد كده يساوي بعد كده يسلم مساحه بعد كده دخلت الراجل بتاع الزراعه. المواضيع دي كلها بتحتاج تكاليف.